تحط سعر فتحنا شارع معين نخلصه يومين ثلاثة ونوصل لوضع نرجع الوضع زي ما كان. ونرجع الوضع زي ما كان يعني احنا فتحنا شارع ما نفتح كمية كبيرة جدا، نفتح شارع نرتبه ونرجعه ونعمل له تزكيه من اول وجديد. كمان زي ما انت عارف في غبرة كثير غبرة وكثير بسبب مضايقات للمسجد. اهلا وسهلا فيكم. سلسلة مشاريع في مجال المي والصرف الصحي بالتنسيق مع أخونا أبو النمر والسلطة المحلية. بالآخر حكيت جملة مهمة، نحن بالآخر هدفنا المواطن. كل شغلة هاي الإرشاد اللي احنا بنقوله دائما لإخواننا كان مقاولين وكان عمال الموظفين في الاتحاد، إنه بالآخر بدنا نخدم المواطن خدمة مضبوطة اللي بتليق فيه، وبالآخر إنه هذا المواطن يحس إنه صار في عنده تجديد للأحسن، وإنه يقول إنه في مجال للتقدم دائما. إحنا اليوم عندنا مشروعين كبار بالإضافة للمشاريع اللي انعملت في السابق، بس عندنا مشروعين اليوم قيد التنفيذ بالإضافة للمشاريع اللي راح نحكي عليها كمان للمستقبل القريب إن شاء الله. اليوم في عنا خطوط المي في مركز البلد اللي عملنا خط الثمانية إنش اللي عاملين نعمله، هذا الخط طبعا في المراحل النهائية، نتأمل إنه خلال فترة قصيرة جدا أسبوعين ثلاثة يكون مخلصين. اللي حكاه أبو النمر مقبول علي، وهذا بحكيه دائما أنا، ممنوع نخلي بدنا المواطن يحس بأقل مضايقات، نخفف عليه ننظف. وبدي زي ما قالوا شغل خمس نجوم، لما بحكي بكل انا بحكي بكل الوقت مع الموظفين مع المقاولين، بدنا شغل خمس نجوم اللي يليق بالمواطن في عبلين وفي اي بلد ثاني. حنحكي اليوم عن عبلين، بدنا نخلص مشروع المي وننتهي منه ونعرف حالنا انه خلصنا هذا المشروع مهم، لانه هذا المشروع نحكي عن خط مركز ابو النمر اللي هو راح يساعد في حل مشاكل كمان الاحياء العاليه في قريه عبلين. بالاضافه لهيك احنا قضيه مشروع البيوت احنا جدا متقدمين فيه في الاحياء الجنوبيه الشرقيه، بالتنسيق معك رايحين ننتقل لحي امي الشتويه. هسه احنا خلال هاي الجوله راح نترك على وقت وين تبلشوا انت المقاول فوق الطاقه من العمل، بالتنسيق معك وين وكيف على اساس يفوتوا يشتغلوا في امي الشتويه. وفي فروع مختلفة اللي جدا مستعصية احنا معنيين كمان المقاول يفوت عليها ويحل المشكلة حتى ننهي هذا المشروع. انا متوقع انه مشروع الصرف الصحي ينتهي خلال شهرين ونص، نخلص كل المشروع الموجود فيه اللي قيمته حوالي 4.5 مليون شيكل. احنا طلبنا هكذا، كنا طالبين هكذا. بالاضافه لهيك انا كنت انا ومهندس الاتحاد امبارح يوم الاثنين كنا بجلسه في سلطه الصرف الصحي، وطلبنا بالتعجيل للحي الشمالي حي مرسال وترميم مضخه الصرف الصحي. وعدنا المسؤولين هناك، اذا بتعرفوا في عياد كيف انتم عارفين، وعدونا انه ان شاء الله في اقرب فرصه بعد عياد. انت بتحكي عن حي المرسال؟ حي المرسال لا مش على حي، انا بحكي الحي المرسال كل الناحيه الشماليه مع الخط السنيكا اللي بيصل لتحنات شيفا، وترميم هذا البروجكت بتوقع بكلف حوالي 6 مليون شيكل. الاخ عبد الله ريان حضر له تخطيط مفصل بارك الله فيه، موجود في المنهله في الاداره هناك بدائره الصرف الصحي. انا بتامل انه بعد العياده، احنا كان في عندنا تنسيق مع حسام عباد المسؤول هناك، انه بعد العياده يفوتوا على مسار اللي هو بالاخر يعطونا تمويل واعطاء مناقصه. متوقع انا بتوقع انه اذا من هون لاخر السنه مرت شبوت وهذا بدايه السنه الجاي يطلع المشروع رح يستنفذ. احنا يعني حاطين مشروع بالليل من براس سلم الاولويات حتى نقدر نقدم المشروع وننتهي من 90 ل 95% من عبلين هيك بقضيه. يعني بسنه 2013 عمليه لمرسال، انا بتامل ان شاء الله بنمر بشهر 2013 يكون محلوله مشكله مرسال. طبعا الخطوط الصغيره حي المرسال احياء الشماليه الشرقيه تبعت عبلين
راح تكون ضمن التخطيط انه بال 2013 للتنفيذ. التخطيط الاتحاد قدم تخطيط احنا بنهاية السنة وانتم عارفين العيادة وكل هاي الامور هاي. انا اتامل انه بعد العيادة يكون عندنا يفوتوا على الشبوت ويطلعوا لنا اياه لحيث تنفيذ للمناقصة. الاشي المهم احنا كمان من عمل اللي هو احنا كان مفروض اليوم يكون عندنا مناقصة لقضية المخراز مناقصة كرام الحوض اللي قلنا اول فايلوت راح يكون النموذج الاول هو بالليل. الاسبوع الجاي ان شاء الله بكون عندنا مقاول عمليا خلال شهر ونص مناقصات لكرام الحوض. ف راح يكون في تفضيل لعب النمر تاجر الطاوله بدون ادنى شك. لا في تفضيل ابو النمر انتم مسؤولين في تفضيل لكل البلاد بس في تفضيل اسمع انا بدي اكون صادق مع نفسي في تفضيل لكل البلاد عندي كلام عندي ابلين بس عليه بايلوت ببلش ببلين صار المشروع. انا بقول لك شغله واحده يعني احنا بصدق بهمنا انه الامور في عبلين تمشي اسرع بالمشاريع. بالاضافه لهيك ابو النمر بتكمل اللي كان الجوله اللي كانت بينه وبينك قبل فتره قصيره مكتب الخدمه. احنا ان شاء الله بتامل انه حد اول 10 انتظار المكتب يفتح ونتم اعلان مشترك. احنا مكتب الخدمه في عبلين سامي مركز البلد سامي مركز البلد يعني احنا في هذا الموضوع مركز خدمة. احنا هذا الموضوع احنا توجهنا طبعا لأخونا محمد وطرحنا على المشكلة. يعني احنا لا يعقل انه اهل عبلين اللي في عنده اي قضية بده يحلها يتوجه اشفى عمر. يعني ممكن في بعض قسم من المواطنين اللي عنده سيارات بيقدر يروح يسافر اشفى عمر، ولكن كثير ناس بتشتغل وبيضطر انه يبعث مرته واخته وابنه. احنا طبعا بالتنسيق احنا واخونا محمد تم الموافقه والتوصل لاتفاق انه يكون عندنا مكان الخدمه في عبلين وحل مشاكل اهل عبلين في عبلين. في البدايه ممكن يكون يوم يومين في الاسبوع بنشوف اول حاجه اذا في بحاجه اكثر. طبعا اذا في بحاجه اكثر فراح يكون مركز خدمه في مركز البلد في عبلين اللي يحل ويكون عنده اجوبه لاهل عبلين في داخل عبلين أسوة في باقي القرى والمدن حوالينا. فهي قضية شائكة كانت والحمد لله تم التوصل لحلها. حتى عادل راح يقعد هناك حتى لما في قضايا الاتحاد بكون هناك اللي بدي توجهه له موجود في المكتب. لأي في عنوان في مكتب صار في تواصل عادل كل الامور هاي مهم جدا راح يحط تليفون راح يحط كل الامور الا حتى الناس تتواصل بيكون عنوان يكون مكتب مرتب لاهلنا يعني يكون نشر الموضوع الناس تعرف يكون سامي بتحضر مشروع رسمي باسم ابو النمر على اساس تطلعوا للاسبوع الجاي مع اعلانات في المواقع لاهلنا. هاي الاشياء الاساسيه ابو النمر. احنا طبعا جي اي اس كيف تعرفوا احنا مقدمين كمان في هذا الموضوع يعني هذا خلينا نقول مسح جغرافي محوسب. احنا اليوم عمالين نشتغل بصوره كامله مع كل البلاد عبلين عمالين نتقدم عمالين هذا المسح يعني راح بيقدروا يستعملوه كمان قسم الهندسه عندكم راح نفتحه لكل المعارض مع البعداء؟ لا طلع بدي اقوم مع البعداء بعد ما وصلناش. الصدق انا بحب السرعه بحبش اخر انه مجرد تنسيق لانه بدنا ناخر. لا احنا في عنا تسلوم فوتو في عنا فوتوغرامتريا في عنا كبار بيقوي للعندود في عنا هذا فكر دكتور يقوم المشهبين من ناحية طلع احنا ما عنديش مشكلة. انا هذا فكر شغل بفيدنا للشغل بس السؤال هو انا مستعد لك. انا اللي بقول لك شغلة واحدة احنا الاتحاد حكيت في الاجتماع الاخير لما كنا بالمؤتمر المهندسين وبعدنا مستعدين. احنا بدنا كل شغله ممكن نتعاون مع بعض نتساعد مع بعض على اساس انتم تستفيدوا ونحن نستفيد. احنا انا بقول لك شغله واحده الاتحاد هو ذراع تنفيذي لسلطاتنا المحليه. احنا ذراع تنفيذي لسلطاتنا المحليه وهيك بدنا نتعامل بالموضوع. كل شيء عندنا فيش عندنا مشكله بسرعه بننجح سلطاتنا المحليه تستعمل. بس من ناحيه ثانيه ما بقدرش اتاخر على الموضوع لسببين لانه انا عمال ابني
خط عمال ابني عمال ابني خطه عمل عمال ابني تخطيط استراتيجي لكل بلاد. هاي كيف ممكن الرؤيه المستقبليه لكل بلادنا؟ مجبور يكون عندي كل المعلومات عندي حتى بكره تاخذ اي قرار ميزانيه. يعني انا تفضل هسه انا يعني بطلع على شغله هسه مثلا تبني ميزانيه لعب الليل. لما انا عندي جي اي اس بقدر اعرف كم خط وين الخط ده 30 لصلوا 30 سنه، باجي بحطها قدامي على المساحه بطلع بشوف انه عندي خطوط مي صلى 30 سنه، عندي خطوط مي بيوت هاي الحاره مش معموله، ببني السلم الاوليات طبعا بالتنسيق مع اخونا ابو النمر ماشي بصوره مرتبه وحسب الزمن اللي احنا حددناه هناك. الشيء اللي بالخط الرئيسي والمطاعم حاطه الضخ اللي موجوده عم نعمل احنا بمشيئه المولى انه بدايه التنفيذ او الخروج للمناقصه موعودين شهر 12/1. اخذنا كل الاشهرين بعد بس اشهر افتحناه بعد مش خالص. اما الخط اخذنا كل الاشهرين بالمواقع من كريات اتا لا كل الكبوتسات اللي وين يمرق الخط. في مساحه عمال يقيس تقريبا بالمراحل النهائيه المخطط لازم بلش تخطيط مفصل للخط. مرق الحمد لله رب العالمين قبل شهر كل بروجكت مرق شفوش في رشوده مايم، هذا كله بعد ضغط يعني بالتنسيق معكم على سلطه المي انه بالاخر هذا مشروع لازم يتبدا تنفيذه بال 2013 حتى ما يكونش اي عائق لقضيه الخلطه الهيكليه. انا بتامل انه بال 2013 يبلش التنفيذ كمان الخط وكان محطة الضخ. انت عارفين قديش بكل وقت قضية التبعوث قضية الخرطة التفصيلية لمحطة الضخ. الشغلة يعني أنا أقول شغلة واحد يعني لو واحد من إذا على هذا المشروع بنضل ألف قصة ألف ليلة وليلة قد ما هو معقد قد ما هو مركب والشغلة مش وين الشغلة يعني مثل كل وقتنا وجل اهتمامنا من لحقها أنا ومهندس الاتحاد كل شهر عندنا جلسه تنسيق وملاحقه لكل الموضوع هذا. انا يعني اخر مره قلت لهم اخر 11 اول 12 بعرفش بتجيبوا قوة عامله بتجيبوا مهندسين بعرف انه بده يطلع مناقصه على المشروع. وانا قلت له تكلفه المشروع 30 مليون شيء حصه لعب الليل حوالي 11 مليون شيء يعني مشروع كبير كبير طبعا ضخم جدا. طيب نقطه مهمه بدي ألفت انتباهك احنا وتخرفنا عليها سابقا قضية ربط حي الشرقية في البيوت ربطها في خط المجاري عشان نحل المشكلة في ضائقة كبيرة يعني الحي اللي في عندنا كم بيت غربي شهر 7/8 رسالة حاجة إخوان جماعة المشروع اللي عندنا هسه براس الاولويات مش كثير قضيه كبيره يعني حالته وقضيه حتى البيوت هذا بدنا نلاقي الطريقه انه نبلش في تنفيذ هذا الموضوع. ما بفتكرش بكلف كثير يعني ما رايح يكلف كثير على يعني يثقل المعرفه. هذا موضوع ثاني في عندنا كم بيت تربيه 781 بتخبط عليه طبعا طالب وكان لسه عم نشتغل سجلونا هذا الموضوع. اذا في امكانيه هناك اذا في امكانيه بالخط اللي هو عمليا في عندنا خط الماء اسيف احنا اللي بيجي من حي الشرق الشمالي مظبوط؟ مظبوط يا استاذ؟ موجود؟ بتسوى مش سميك يا كم بيت تربيه الشرق؟ في عندنا طيب بدك تزورني هذا البريد اسمح لي احكي خلص في عندنا على اساس انت تاخذ الموضوع في عندنا تبع طب بتلقى حال عندك كابل مع سيفنت اللي بينزل من حي الشرق الشمالي وبيجي لمضخه البيوت اللي هو مضبوط في قبل المضخه في 6-7 بيوت ممكن احنا نعمل كالتالي يعني هو في ابو 150 متر من المضخه اللي احنا ممكن كتاجيل بالتنسيق معنا نيجي ننفذ هذول ال 150 متر في التخنون الديكوري تبع الخط الرئيسي اللي بده يوصل للمضخه ونيجي احنا بسيطه جدا هاي البيوت تتخبر
في التقييم اللي هن مقابلين لانه من حل مشكلتهم. يعني ما يكون في اخر بتسوء عن الطريق تبع المدرسات. احنا اذا كان في امكانيه مهمل دائما نستنى سنتين وسنتين وشويه الحل بتاني يجي الخط الرئيسي الماسف. احنا في امكانيه اذا نحط ايدينا مع بعض ونحاول نحل المشكله مع مجمع حي المشيبين. يعني ال 150 متر بالخط الرئيسي بالخط المأسيف ينعمل ويتخبر يصير وصل لعينين مش راحين يكلفوا كتير مصاري. اذا بنستنى احنا للتنفيذ ممكن تكون لفرة سنتين شوية ما نوصل لنهاية الخط. لانه هن الحي هذا بالذات يعني عمليا اخر نقطة. فاذا في امكانية ينفذ منه 150 متر على الجليل الخط الرئيسي المأسيف عشان نحل مشكلة الجماعة نكون احنا حلينا مشكلة كبيرة. اخوان انا ابو نمر بقضية المشيخوية سبق وانه تحدث معنا جلسة مسبقة قديش مهم جدا انه نحل مشكلة. بعد ما حكيت معنا انت بهذا الموضوع تم بداية التخطيط للمشروع. مشروع الحمد لله اليوم تخطط وحاضر للتنفيذ. احنا لسه الاخوان سمعني طارق سمعني عبد الله سمعني ابو فادي كبار يعني تعملوا جوله حضروا المواد المطلوبه وبلشوا تنفيذ دغري سنوش. هاي واحدة. القضيه الثانيه اللي بحكي عليها ابو النمر فحص التخطيط جيبوا لنا اياه وعلى اساس نريدكم كمان بلاش نضل بس جيبوا لنا التخطيط خلينا نراجعه انا وياك وسعد وطارق جيبوا لنا هذا بلشوا يسوي المشكويه بالمقبيل على بين النهار. اوكي سؤال على اساس نخلص سؤال التخطيط اللي كان بالخط المأسيف اللي بيجي من حي الشرق في تخطيط نهائي مضبوط صار وصل للمخطط مضبوط يعني احنا بنضل نستند عليه لما نيجي نعمل احنا شغل مرضي لان احنا بنعمل الخط الرئيسي على اساس انا خط يعني على اساس انا جلسه على اساس نفحص بدي يكون تنسيق نشط المرضي بالشغله مره واحده صار يعني بالاخر ما بنشط الشغله مره واحده بقول المستقبل لما يجي التخطيط هذا يشتلم مع الموضوع لان يا اخوان يعني هناك ما هو حتى الاتحاد المياه لما فيش خط بيبعث المشي برضه بيسحبوا الزغل يعني من ناحيه علور اذا احنا بنستنى من هون يعني اذا كانوا من الشبه سنتين ممكن احنا في هاي المناسبه بحل مشكله المشي فيه خط ابو 150 متر لا مش اكثر من هيك كم تاك لتا و 150 متر ساعتها بنحل كل المشكله وغيرها فهذا ضروري جدا يؤخذ في الحساب للبتسوع. في شارع اللي بتساعدني هناك في شارع 781 في شروط رسمي اللي هو جاري بمكبيل الشارع الرئيسي والشارع العبير تم في هذا الشارع لحد المضخ في تفاي سمعان هاي